اوكي، كونه انه امتحان اليوم الساعه 4 ان شاء الله تعالى، فانا راح افسح مجال يعني نص المحاضره انه نحاول نجيب على بعض الاسئله اللي ممكن تكون عندكم. حدا عنده اي سؤال شباب؟ تفضلي. في عنا اللي هو البروف، لما قال له لما اوجد انه سيجما اكس بار بدها تساوي اللي هي سيجما نوت على جذر مجموع الويتس، طلب انه نعمل بروف للمعادله. لما نعمل، مين هو اللي طلب؟ طلب. طيب ماشي. يلا لما كل ما نحاول نحلها بضل في ان، هلا مش عارف الان وين بتروح. هلا بنشيلها. احنا قلنا انه اكس هات is equal to summation wi xi summation wi which is equal to w1 x1 plus w2 x2 plus wn xn على w1 plus w2. واحدة من this can be written as w1 over summation of wi x1 plus w2 over summation of wi x2 plus wn summation of wi xn. نفسها ولا مش نفسها؟ نفسها. الآن نطبق قانون انتشار الأقطار. سيجما x hat squared is equal to partial x hat with respect to x1 squared partial x hat with respect to xn x1. شو بيساوي؟ تربيع. w1 تربيع على مجموع الويتس كل تربيع على مجموعة wi كله تربيع، صح؟ شو اقول؟ حطينا انا تربيع وانا كله تربيع، نفس الشيء، صح؟ مضروب في ايش؟ سيجما اكس 1 بلس اللي بعدها سيم ثينج، رايت؟ دبليو 2 سكوير اوفر سميشن دبليو اي سكوير سيجما اكس 2 سكوير بلس سيم ثينج. شو رايكم نفرط W1 squared و W2 squared؟ بدل ما هي W1 squared بدي اكتبها W1 ضرب W1. في مشكلة؟ إذن هذه بتساوي هذا W1 squared multiplied by، عفوا هذه بنشيلها، رجع الكلام، ضرب W1 ضرب W1، صح؟ بس ال W1 الثاني معلش W1 على مجموع WI squared sigma X1 squared plus W2 multiplied by W2 over summation of WI squared sigma x2 squared plus. الان w1 واحده منهم بدي احط مقدارها اللي هو سيجما نوت سكويرد على سيجما x1 سكويرد، صح؟ اذا هذه بتساوي w1 multiplied by سيجما نوت سكويرد على سيجما x1 سكويرد على مجموع wi كل تربيع سيجما ايش؟ x1 تربيع،
زائد هاي اللي كانت موجودة أصلا مزبوط. طب اليو 2 خلي واحدة والثاني سيجما نوت سكويرد على سيجما اكس 2 سكويرد على مجموعة دبليو اي سكويرد سيجما ايش؟ اكس 2 سكويرد بلس واحد ومجرة. الآن شو راح يصير معي؟ هاي راح تشطب مع هاي، هاي راح تشطب مع هاي. طلع سيجما نوت سكويرد عامل مشترك، فشو بيضل في البسط؟ مجموع مجموع دبليو اي وفي المقام بروح مع التربيع. نفتح صفحة ثانية إذا. هيطلع عندي سيجما اكس هات سكويرد بيساوي سيجما نوت سكويرد في ايش؟ دبليو 1 طبعا على هذا طلع عامل مشترك دبليو اي سكويرد بلس دبليو 2 اب تو دبليو ان. هذه شو هي هذه؟ سميشن دبليو اي. الآن هذا روح مع هذه فبيطلع لنا الجواب بيساوي سيجما نوت سكويرد على سميشن اوف دبليو اي. هذا الجذر التربيعي فبيطلع لنا سيجما اكس بيساوي ماينس اور بلس سيجما نوت على سكوير روت سميشن دبليو اي. اختفت الان صح؟ فيش الان هذا هو اثبات الكومنت. نعم علي صوتك. 3.2 هذا محلول موجود على الموديل، بدنا اسئله مش محلوله. 3.2 موجود على الموديل، مين منكم حاول يشوفه؟ شفتوه فهمتوه؟ غيره بدنا اسئله مش محلوله. مالهم؟ عندك ايرث از ات از از يو سي بتلالها بجبالها بوديانها بمناطقها المرتفعه زي نابلس ومناطق منخفضة زي أريحة. واضح؟ It's a very complicated surface but it has curvature. عرض ككل overall لو بعدت 20,000 كيلو طلعت على الأرض في curvature مزبوط؟ الآن إحنا بحاجة نعرف شيء عن هذا الكيرفيتشر عشان نقدر نحسب تأثير هذا الكيرفيتشر على قياساتنا. فبدنا نلجأ لتمثيل هذا الارض رياضيا. نرجع للتقريب الاول. التقريب الاول ناخذ المين سي ليفل اللي عندك حوالي 71% من سطح اليابس من سطح الكره الارضيه ميه. لو استمريت مع هذا السطح قصيت شيء كل شيء فوق السطح هذا يعني الايرث ماسز الصغيره هاي تسمى جبال قصيتها والمناطق المنخفضه زي اريحه عبيتها فينتج عندي الفيرست ابروكسيميشن اللي هو الجيود. اوكي؟ ينطبق مع سطح البحر والجاذبيه الارضيه متعامده عليه في جميع النقاط ومتساوي. الان مشكله الجيود اتس نون ماثيماتيكال سيرفيس، فيش له معادله حتى احسب تاثير كرويه الارض على قياساتي. فنرجع للتقريب اللي بعده. التقريب اللي بعده شو هو السطح الرياضي القريب جدا من الجيود اللي هو الاليبسويد، وهذا له معادله رياضيه معلومه. فاذا كانت مساحه المنطقه التي يجري عليها القياس اكبر من 500 كم مربع نعتبر الارض من 50 ل 500 لا يوجد هناك فرق كبير او عملي بين سفير والاليبسويد. فنعتبرها سفير اقل من 50 كيلو مربع يعني تقريبا يتلاشى تاثير كرويه الارض فنتعامل مع الارض as if it was flat. فهمت هلا؟ نيكست
اوكي بريزما يا دكتور هيك البريزما مالها مش فاهم كيف اداء مبدا عملها اوكي بتسالهم اكثر مره ثانيه في العمليه وبتشتغل عليها ماشي دكتور انا نرجع نحول بدناش نجاوب بدناش شغلات عمليه بحتي هنا يعني في الامتحان هذه بطلبهاش منكم بس بتسالوهم مره ثانيه وتحاولوا ممكن تستخدموها وتدربوا عليها اكثر نعم تحويل الزوايا في الديجري والريديان هذا مطلوب لنا كمان دكتور لا اعطيني شو اللي بدك اياه عشان احل لك اياه انا ما عنديش امثله انا عندي اجوبه انا ما عندي اسئله انا عندي اجوبه الاسئله الساعه 4 صح؟ اعطيني انت شو بدك عشان احل لك اياه 1.5 كريلي اللي هو ترانسفيرن ذا انجل اعطيني اياه اللي هو 118 33 57 118 33 57 ثاني ترانسفورمت تو في الديسمال والراديان سيستم كويس هذه طبعا مدخليها على الحاسبه تتحول لديسمال تحولها لديسمال علمناكم كيف تعمل هيك صح؟ نرجع نعلمكم مره ثانيه حضرتك ما فهمتها كويس بتشوفي زملائك اللي اسمه ولا اني بديش اقعد امسك كل واحد فيكم هلا كله هات لي هاتك الحاسبة عشان اعلمك عليها هذه مش يعني مصارت بطلت تصير مساحة علمناكم عليها كيف تدخل الرقم هذا عن طريق اللي ايش الزر هذا اوكي وبعدين يساوي او شفت يساوي اللي هو يعني انت تحصل على الزاوية بالشكل هذا وتحصل عليها كمان ديسمال وإذا عندك أي إشكالية مفروض إنه يكون عندك المانيوال تبع الحاسبة وتتعلم عن طريق المانيوال صح؟ أجا عندي طالب قلت له وين المانيوال؟ كان اللي كبيتها أول ما شريت الآلة الحاسبة قلت له ما هم يعني أغبياء اللي صنعوا المانيوال أو اللي عملوا المانيوال هذه أتمنى إنك أنت تسكبها أنا عندي آلة حاسبة من 6 ل 85 ما زالت المانيوال تبعتها موجودة عندي من 85 صدقا بحكي لكم إياها بس على كل حال اللي فاقد المانيوال بإمكانه يروح على الجوجل ويدخل الموديل تبع الحاسبة تبعته بإمكانه يجيب المانيوال من هناك هذه مش هذه الزاوية حتى نحولها لجرافيك سكيل نضربها في ايش؟ في 400 على ايش؟ على 360 حتى نحولها لراديان نضربها في ايش؟ 2π/360 هلا شو الرقم اللي بيطلع هنا معنا خلينا جدلا نفترض انه ضربنا وطلع معنا لما حولنا للجراف طلع معي 126.1408G هذا شو بتساوي؟ 126 جي 14 سي وايش؟ 08 او 8 سي ما عندك بس على الزر هذا الزر بس للنظام ال 60 هذا الزر فقط لمين؟ 6 جسمال سيستم نظام 60 فقط دكتور نعم بس قبل ما نضرب ب 400 على 360 لازم نحولها يعني لدرجات يعني كامل اللي هي 118 زائد 33 على 60 جرب الطرفين وشوف بيعطي فيه بيعطي فرق ولا بيعطيش توقعاتي بيعطي نفس النتيجه نعم 3.5 قال لنا خلينا نسمعه كيف ننشئ دوار فقط من اوبتيكال سكوير وعندي شواخص وعندي شوك بغاية البسط شوف يا شباب في عندنا خاصية ما عندناش شريط قياس ولو عندنا شريط قياس عارفين شو بنعمل؟ إذا بدنا نحدد المركز بنشد بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه وبنحط مجموعة من النقاط بنشد مقدار نصف القطر اللي هو الراديوس صح؟
وهذا الخط AB. بدك تمشي عليه دوار ومعاك شريط. ولنفرض انه نصف القطر ضمن طول شريط. يعني نصف القطر 25 متر مثلا. والشريط اللي معك 30 متر. شو اسهل طريقة انك انت تنشئ الدوار على القطر هذا؟ نصف القطر هذا فبيطلع لنا المركز صح؟ هلا شد هيك 25 مش كنا نصف القطر 25؟ حط نقطة. شد هيك حط نقطة. شد هيك حط نقطة. شد هيك حط نقطة. شد هيك حط نقطة. يعني خلي صفر الشريط هذا. فبتوزع عدد كافي من النقاط وهي تشكلت الدوار انت مزبوط؟ صح فاهمين ولا مش فاهمين؟ كويس بس احنا معناه الشريط. احنا معنا اوبتيكال سكوير. صحيح انه هذا بجوز ما نعمله احنا برا يعني بس انا ليش احنا بنحط الاسئله هذه في الكتاب؟ احنا بنحط عشان نحفز التفكير الى عندك. اوكي؟ لانه في النهايه العلوم كلياتها مترابطه، يعني في عندك انا مبدا رياضي بدك تستخدمه لحل المساله هذه. شو المبدا الرياضي؟ المبدا الرياضي بيكون انه الزاويه المحيطيه في اي دائره قديش قيمتها؟ 360 سم على القطر. شو هي الزاويه المحيطيه؟ الزاويه المحيطيه اللي وترها القطر وراسها المحيط 90 درجه. هذه الزاويه وين ما رحت 90 درجه. هاي خذ نقطة هنا هاي 90 درجة. في ناس بتطلعوا فيي وكأني بحكي طلاسم. هذا شغلة هاي شغلة أنا بتأكد يمكن مرت معكم في المدرسة وليس بالجامعة. الإثبات خذ الإثبات يا سيدي هاي الإثبات. هاي المركز. من هان لهان آر. صح؟ ومن هان لهان إيش؟ برضه ومن هان لهان برضه الان هذا بيساوي هذا. اذا هذا مثلث متساوي الصفرين في عندنا هاي الزاويه تساوي هاي الزاويه صح؟ ما هي الا لا سمي هاي الزاويه رقم واحد وسميها هذه واحد. الان عندنا هذا مثلث برضه متساوي السفر. فعندنا هاي الزاوية بتساوي هاي الزاوية. صحيح؟ هاي اثنين. هاي اثنين. الآن عندك واحد زائد. واحد زائد. اثنين زائد اثنين. شو مجموعهم؟ 180. 180 درجة. هاي واحد زائد واحد زائد اثنين زائد اثنين. إذا واحد زائد اثنين ايش بتساوي؟ إذا واحد زائد اثنين. يساوي 90 درجة. طيب هي 1 زائد 2 شيء هذه؟ زاوية محيطية. قيمتها 90 درجة. هذول الإثبات تبعها. أوكي؟ إذا هلا عندنا معلومة بتقول إنه الزاوية المحيطية دائما شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ 90 درجة. دائما 90 درجة. فشو راح نشوف الآن؟ إحنا عندنا شاخص هذا. إحنا عندنا شاخص على النقطة هذا وشاخص على النقطة هذا. عندك القطر على الأرض في نهايته من هنا في شاخص وفي نهايته من هنا في شاخص. الآن بدنا ننشئ نقطة على المحيط. شو بنسوي؟ طلع شو بنسوي؟ خلينا نمثلها. لنفرض أنه القطر هيو عندك من هنا هاي A وهنا B. اوكي؟ الآن أنت تتوقع أن المنحنى تبعك يجي هيك صح؟ فوقف على مكان أنت يعني تتوقع أنه يكون نقطة على المحيط. وقف في الأوبتيكال سكوير تبعك. طلع الشاخص الموجود هناك. بتشوف نصه صح؟ من الفتحة الجانبية تشوف نص الشخص الثاني. مش رح تشوفه مع استيقان واحد مظبوط؟ هلا أنت شو بتعمل؟ أنت يا بتتأخر يا بتقدم. لعند ما يصير هداك وهداك مالهم؟ أصلاً بتكون انت على نقطة على محيط الدائرة صح؟ غير مكانك صرنا هان طلع مرة ثانية
انت شايف النص هناك والنص هناك، قدم او اخر لما يصيروا استقامة مع هذه نقطة ثانية. ضل كمل تمنى انك تغطي الدائرة كلها. فكرة بسيطة جدا من الان استخدمت مبدأ بسيط في الرياضيات اللي هو الزاوية المحيطية مالها دائما 90 درجة. Any more questions? أي سؤال آخر شباب؟ ما في شيء بدنا ننتقل. نعم يلا. لا احنا ما بدنا نقعد نفتش، اللي عنده أسئلة بيكون واضحة للعيان يعني. نعم دكتور، هسه اذا شلنا كلنا الجبال كلها وعبينا الحفر اللي بالارض بصير شكل جيود صح؟ نعم. طب مكتوب في الكتاب انه اذا الارض الها يونيفورم دنسيتي بتصير كان ما هو الجيود مش سطح منتظم رياض، مش سطح رياضي منتظم، في انبعاجات للاسفل وفي انتفاخات للاعلى، فهمت علي؟ طبعا قديش مقدار الجذب وهذا يعتمد على تركيبه الارض ماشي، بس لو كان تركيبه الارض يونيفورم كان اخذت شكل الإلبسويد. ماذا؟ بس بسبب عدم الانتظام والاختلاف في تركيبه الارض وقوه الجذب ولهذا السبب يعني حسب قد الجرافيتي متساوي، بس هنا المسافه بين نقطه مثلا هنا ومركز الارض قد تكون قليله ماشي، بسبب انه ايش في عندي يعني ممكن يكون في عندي معادن وجاذبه اكثر، هذا بجوز ما في شيء، فبتلاقي المسافه ابعد واضحة؟ يعني ما تفكر انه سطح الجيود هو عبارة عن سطح املس، حتى سطح البحر لو هديت المية ماشي؟ كان في كيبتش بالضبط، ما بيكونش كلياته يعني ماخذ شكل ارك، او بتلاقي في مناطق منخفضة ومناطق مرتفعة، نفس سطح المية في الـ في الـ هذا هو الجيود. تشيك لاينز شرحناها، افتحي على سكتش صفحة 58. إذا أخذنا أربع خطوط جنزية اللي هم A B B C C D D A، قسنا الأربعة، قسنا أربع خطوط، بنقدر نرسم الشكل الرباعي بمعرفة الأربع خطوط لوحدة، إذا بنزلنا خط مساعد هذا هو تشيك لاين ماشي، أو إذا أخذنا خط جنزير A وخط جنزير A بلزمنا هذا عشان نقدر نكمل الشكل. اوكي طيب شباب نكتفي الان، ننتقل خلاص الاسئله انتهت. اوكي الان ننتقل الى عشان نضل الشعب كلياتها ماشي مع بعض، المره السابقه وصلنا لعند اخذنا الحكي هذا اخذنا الاجهزه اللي التزمنا في الليفلينج كنا اللي هي اربعه ذا ليفل ترايبود ستاف اند رود ليفل تو ميك شور ذات ذا ستاف از هيلد ان فيرتيكال او فيرتيكالي. الان هاو تو سيت اب ذا ليفل سو ذات ات ميكس هوريزونتال بلين اور هوريزونتال لاين ديبينس وات يو ار توكينج اباوت. انت بتحكي عن المنظار، المنظار بيعمل لك هوريزونتال لاين، بس الهوريزونتال لاين او المنظار هذا بامكانه يلف بشكل افقي فبده يعمل لي ايش؟ هوريزونتال بلين. اوكي هذا الحكي راح تتعلموه في العملي، جزء كبير منكم بيتهيألي اخذ العملي وبيعرف يعمل الحكي هذا. مين اخذ الحكي هذا في العملي؟ اوكي الجزء المتبقي بيتهيألي يعني الاسبوع هذا والاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى راح تاخذوا الكلام هذا في الميدان. اللي بهمنا في هذه الحصة انه نشوف كيف نحسب ونقيس elevations and elevation differences using this level حتى نبسط المسألة. خلينا ناخذ مثالين ممثلات، واحنا بنعرف انه الارض برا either going up or going down. Do we have a third choice? No more. يا طالعين يا نازلين، هاي مثال على طالعين
وهذا على ايش؟ نازلين. راح نشوف انه في الحسابات لا يوجد فرق. الان let's assume that this is mean syllable M S L. المسافة من هان لهان what is this called HA. What about this HB. وهذا شو هو هذا هذا دلتا H from A to B. هي اللي بدها الشطارة عشان نعرف انه دلتا H A B بيساوي H B minus H A ويساوي خلينا طبعا هذا نفس المثال موجود معكم في الكتاب شباب بس انا عملت modification على ايش على الأرقام هذه عشان نحسب على اللوحة أنا بشكل يعني بدون ما نضطر كلكم طولوا على حاسب وساعدونا واضح؟ يعني you have real numbers in the textbook لكن بس أنا غيرت الأرقام هذا عشان نحسب بسهولة. هذا القراءة من هان لهان شو بنسميها هذه؟ RA. هذه RA وهذه R B. الآن واضح إن من الرسمي الرسمي هي اللي بتنطق وبتحكي بتقول إنه دالتا H A B بيساوي H B minus H A ويساوي R A minus R B. الآن افرض انه A كانت بنش مارك منسوبها 500 يعني اللوح بيغلبنا شوية في الكتابة متر A M اس ال شو ايه ام اس ال اباف مين سي ليفل. الان المطلوب نحسب ارتفاع مين بي هذه منطقة اخرى لنفرض برضو هذه بنش مارك بس بمكان تاني وخلينا نقول ارتفاعها 600 متر ايه ام اسال اذا هذه منطقة تاني في مكان تاني منطقة نازلة نزول فاذا ارتفاع عرفنا ارتفاع ايه كم يساوي ارتفاع بي خلينا نتعامل مع الحالتين حساب الارتفاعات يتم باحد طريقتين يا شباب الطريقة الاولى اللي هي بنسميها HR method HI لي height of instrument انت نصبت الجهاز وهي عندك المنظار منظار يدور ويصنع horizontal plane هذا الهوريزونتال بلين قديش ارتفاعه عن سطح البحر هذا اللي اسمه HI واضح نرجع للرسمي هنا تشاي هيا تشاي 1 تشاي 1 وهذه ايش تشاي 2
اوكي الان خلينا نشوف الرسمه هي لو شو اللي بتحكي لنا. اتش اي 1 شو بتساوي؟ سوى اتش اي طلع المسافه من هلا زائد ايش؟ زائد ار اي. اتش اي 2 بتساوي برضه اتش اي زائد ار اي. واضح؟ طيب اوجدنا اتش اتش اي 1 اوجدنا اتش اي 1 الان النقطه بي كم تنخفض عن الاتش اي 1؟ مقدار ار بي صح؟ اذا خلينا نكمل خلينا نحسب هلا اوكي. في حالة ايه؟ نحاول انه نقسم الصفحة نصين. في حالة ايه؟ عندك اتش اي 1 بيساوي اتش اي زائد ار اي ويساوي 500 زائد اتش ار اي كانت 2.5 صح؟ ويساوي 502.5 متر اباف مين سي ليفل. بدي اياك تلاحظ شغله يا شباب. طلع 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 شو هذا؟ significant figures. ما انا بنحافظ على significant figures. الان اتش بي is equal to اتش اي 1 minus ار بي صحيح؟ مضبوط هذا هلا حكيناها ويساوي 502.5 ناقص 1 ويساوي قد ايه؟ 501.5 متر ايام خلينا نشوف الحالة الثانية اللي هي شوف الطريقة الثانية ونحسب نفس ارتفاع النقطة بي بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي تسمى rise and fall method. طريقة الارتفاع والانخفاض أو العلو والانخفاض. تذكر المعادلة اللي كتبناها قبل شوي اللي هي دلتا اتش اي بي بتساوي اتش بي ماينس اتش اي ولكنها بتساوي ار اي ماينس ار بي. ذاكرين هاي المعادلة هاي صح؟ هاي اساس الطريقة هاي. الان دلتا اتش في حالة ايه؟ في الحالة الأولى دلتا اتش اي بي شو بتساوي؟ احنا مش عارفين اتش بي بس احنا عارفين ار اي ار بي شو بيساوي؟ ار اي ماينس ار بي ويساوي 2.5 ناقص 1 which is equal 1.5 meters. لأنه طلع موجب يطلق عليه اسم rise. نرجع لنفس المعادلة هذه لو أخذنا هذا الجزء. الآن دلتا اتش اي بي از نون أن اتش اي از نون. اتش بي شو بتساوي؟ كل اتش اي على الطرف الثاني. اتش بي از ايكوال أن اتش بي از ايكوال تو اتش اي بلس دلتا اتش اي بي ويساوي أنا متعمد تركت الفراغ هذا ويساوي اتش اي 500 مش هيك؟ بلس
delta H A B, which is 1.5, and this is equal 501.5 meters AM SL. نفس الجواب صح؟ ليش نفس الجواب؟ لسببين. لسببين عارفين شو هم؟ السبب الأول هي نفس النقطة، لا يمكن أن يكون لها ارتفاعين مختلفين. السبب الثاني لأنه طريقتين حسابيات هما نفس الطريقة، بدك إثبات هي الإثبات. ويساوي HB بيساوي HA زائد دلتا HAB صح؟ ويساوي HA زائد عوض محل دلتا HAB اللي هي RA minus RB مزبوط؟ طيب وهذا شو هو؟ HI هي انصفت HI هذه HI وارتفاع النقطة شو بيساوي؟ HI ناقص الكره. فهم عمليا بس النيوميريكال مانيبيوليشن از ديفرنت بس البرنسبل از ذا سيم. واضح؟ الان خلينا نحسب للنقطة او نحسب نرجع مرة ثانية على الرسمي. هذه حسبنا ارتفاع النقطة هذه بأي طريقة؟ بطريقة الـ HI وحسبناها بطريقة رازينفو. ما حسبناش شيء هنا صح؟ نرجع برضو نفس الشيء نحسب هان بالطريقتين ونشوف شو اللي بصير. اوكي؟ في الحالة الثانية. إذا نفتح صفحة. في طريقة الـ HI نحكي عن الحالة الثانية وهي موجودة عندكم. HI2 شو بيساوي؟ بيساوي HA زائد RA. و HA قديش في الحالة الثانية؟ 600 كلنا زائد RA قديش؟ نص نص متر. هذا is equal to 6.5 meters above mean sea level. الآن HB is equal H I2 minus RB which is equal to 600.5 minus 3 صح؟ which is equal to 597.5 meters AM. This is using the HI method. Using rise and fall method, delta H AB is equal to RA minus RB, which is 0.5. Minus 3 and this is equal to minus 2.5 meters because it's negative we call it ليش القلم بيعلق معنا انا مش قادر افهم الحقيقه اتمنى انه يحلوا لنا هاي الاشكاليه لاحقا اوكي هذا بنسميه فول الآن المبدأ ما بتغير H B is equal to H A plus delta H A B which is equal to H A 600 600 plus
minus 2.5 إذا بتجمعها بإيش؟ بإشارتها. شو بيطلع الجواب؟ لا أدري، مش راضي يكتب. حاول نكتب فوق. ده بيطلع الجواب 597.5 متر أم، اللي هو طبعا ايش؟ نفس الجواب. اوكي، فالجمع جمع جبري. الان الشيء اللي استخدمناه هنا اللي هو يتعلق في ايش؟ يتعلق في نقطتين بس، A و B. الآن ماذا لو كانت عندي المنطقة طويلة وفي تعقيدات أكثر في التضاريس ولا أستطيع أن أرى جميع النقاط من مكان واحد؟ ننجزئ. طيب، نصلنا الجهاز في المكان هذا، هذه بنش مارك بدأنا منها، أخذنا عليها قراءة. أصبح الـ HI هذا معروف ولا مش معروف؟ HI1 معروف ولا مش معروف؟ مين بيقول لي قديش HI1 بيساوي؟ أري ارتفاع البنش مارك زي الكرة، يعني في هاي الحالة ايش؟ 602 في هاي الحالة. الآن النقطة ايه؟ تنخفض متر، يعني بعدها حركنا المسطرة حطنا على ايه؟ النقطة هي تنخفض متر عن ايش؟ عن الـ HI، مزبوط؟ فشو ارتفاع النقطة هي؟ 602 ناقص متر. كلام سليم؟ طب B تنخفض قديش؟ ما عارف. هاي الأرض تحت، هاي المسطرة، هاي المسطرة، هاي الجهاز. هلا مين أعلى، الجهاز ولا النقطة؟ النقطة على الأرض تنخفض بهذا المقدار، صح؟ إذا النقطة هي ارتفاعها بيساوي الارتفاع المنسوب هذا ناقص هاي الكرة اللي هي 1.6. طب النقطة هاي شو ارتفاعها؟ 602 ناقص 1.25. إذا أصبحت هاي النقطة معلومة الارتفاع، وهي النقطة معلومة الارتفاع، مزبوط؟ طيب وسي شو ارتفاعها؟ يعني بعدها نقلنا المسطرة، كنا ماسكينها رحنا حطيناها على سي وقفنا فيها. أنا بسألك أنت، طب طحيلي يلا، يعني سيمبل ماثماتكس. طيب بتكون 602 مش 600. 602 ماينس 10.25 ويساوي 599.75. طيب، إذا برضه هاي ارتفاعها صار ماله؟ يعني كأنها صارت بنش مارك، مضبوط ولا لا؟ النقطة اللي ارتفاعها معلوم كأنها بنش مارك. شو بنسوي هلا؟ عفى الله عما مضى، فانسى الماضي. بس هذه بنش مارك، مش بلشنا هاي بنش مارك؟ يلا ننقل الجهاز ونبلش من بنش مارك. اتش اي 2 شو بتساوي؟ اتش اي 2 احنا مش كنا هذا ارتفاعها قديش طلع؟ 599.75 صح؟ زائد قديش الكرة اللي اخذناها؟ 3.5. كده بيصير من اتش اي 2 603. الان النقطة دي تنخفض متر عشرة، 603 ناقص متر عشرة 1.9، نفس الشيء توجد اي. تنقل الجهاز تاخذ كرة توجد اتش اي 3 وبتجد ارتفاع النقطة هذه. بروسيجر خلص صار، يعني بس مجرد تكرار. اوكي، الان نتعلم اربع مصطلحات. شو المصطلحات هذه؟ طبعا خلال دقيقتين ان شاء الله. اول ما نصبنا الجهاز اخذنا قراءه هنا. اول قراءه تؤخذ بعد نصب الجهاز مباشره يطلق عليها مصطلح باك سايت. اذا هذه هي الباك سايت اللي عندي، هذا باك سايت 1. آخر قراءة تأخذ
من هذا الموقع قبل ما ننقل الجهاز ونروح في محل ثاني اللي هي هاي الكرة. هاي فور سايت اسمها كرة أمامية. هاي أول واحد وهي آخر واحد. طب هذول اللي بتوين انترميديت سايت. في أي موقع للجهاز كم باك سايت باخذ؟ واحد. كم فور سايت؟ كم انترميديت سايت؟ As many as I need. خلينا في موقع موقع. ما بكونش نفسه. هيو هي الرسمة بتحكي لك. هلا نقلنا الجهاز هنا. هذه ما هي صارت بنش مارك. مش ارتفاعها معلوم. لاحظ بدينا الباك سايت. انا هنا فور سايت. برضه انا هلا بدنا نبدا الباك سايت. هاي الباك سايت 2. هل الباك سايت ورجعنا اخذنا عليها كرة. هل الباك سايت تساوي الفور سايت؟ مالوش علاقة. التفاريس اللي بتحكمنا. صح؟ اوكي. هاي باك سايت 2. هاي فور سايت 2. هاي باك سايت 3. وهذه ايش؟ باك سايت 3. وهذه 4. سايت 3. هنا اخذنا 1 انترميديت. هنا كم انترميديت؟ مش بحاجه ما اخذش. بس مينيمم لازم اخذ ايش؟ باك سايت وفور سايت. هذول مينيمم لازم ناخذهم. واضح؟ لان افرض اخذت باك سايت لحالها شو اسوي فيها؟ شو اعمل فيها؟ ما اسوي فيها شيء. مزبوط؟ الان شوف لي النقطه هذه سي وي شو اخذت عليهم؟ من جهه اخذت فور سايت، من جهه ثانيه شو اخذت؟ باك سايد. النقطة اللي باخذ عليها من جهة كرة أو من جهة ثانية كرة أو من جهة فور سايد من جهة ثانية باك سايد يطلق عليها مصطلح تيرنينج بوينت. بعض الكتب بتسميها تشينج بوينت سي بي. العربي نقطة تحول أو تغير أو دوران. لأنه طلع شو اللي صار. الجهاز كان هناك. لما نقلت الجهاز لهناك شو سويت في المسطرة؟ دورتها. صح؟ فهذه النقطة اللي احنا واقفين عليها تسمى طبعا هي حلقة الوصل بين هذا الموقع وبين هذا الموقع. يعني أنا لو غلطت في ارتفاع النقطة هذه اللي وراها تكون كله غلط. صح؟ فهي نقطة مهمة وراح نحكي عنها فيما بعد. يعني لازم نختارها بعناية. الآن أنا ممكن هذا الشغل يمتد لبضعة كيلومترات ولا لا؟ هاي المسافة كانت محدودة 10 متر 10 15 بس أنا ممكن أمشي كيلومترات ولا لا؟ ويصير عندي إيش؟ مئات القراءات. هل من طريقة نظامية systematic way to book the measurements and do the calculations systematically? The answer is yes. Through a table, okay, special table. We'll talk about this next time, inshallah.